انا ماما، انت مش متخيل انا ماما وحشاني قد ايه بجد. والله العظيم ربنا اللي عالم الواحد يعني ابتدى يتعصب بسبب ان هو لا شايف اهله ولا شايف. انا بجد زهقت بقى، عايز اشوفها، مش قادر. وحشني حضنها وحشتني ريحتها، مش عايزه اعيط عشان هي قالت لي ما تعيطيش. بتعمل ايه؟ ظروف مش قادره خلاص، عايزه اشوفها، عشاني قوي 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 لدرجه اني خلاص مش قادره استحمل اي حاجه تحصل لي. يعني الحمد لله يعني احنا دلوقتي عن الاول ما بقاش في ضغط، عن الاول كان في ضغط مش طبيعي. بس خلاص ما بقتش قادره استحمل، خلاص عايزه ارجع لها، عايزه اشوفها. ترجعي بس ترجعي بحاجه يعني، عشاني قوي. لسه البرايم الخامس يا دينا، لسه مفيش حاجه. ما زلت تقولي للعاشر يعني، تقولي برايم عاشر، تقولي الكلام ده في البرايم الحادي عشر، 12، ايه بس الخامس؟ خامس لسه بدري قوي، بدري. وحشتني قوي يا ايهاب، عارف بس لازم تصبري. هي عايزاك 20 سنه معاها في كل حاجه، عارف يعني ايه؟ بخرج معاها، بروح معاها، بشتري، ما بعرفش اشتري بلوزه من غيرها. بس لازم تصبري، هتعملي ايه؟ هي عايزاك تكملي، هي عايزاك تكملي، مش عايزاك توقفي.